ألف زرزة وشرزة معي علي لقمان دير. هكذا حدثنا الغشت. الغش الحلال. لا أعرف وقتا أصبح فيه الغش حلالا أكثر من وقتنا هذا، فهو لم يعد منتشرا بشكل كبير فحسب، لا، لقد أضحى قانونا يعزف عليه كل الذين بطخوا في منافسات الحياة ليخلصوا حالهم حتى ولو على حساب إسقاط المنافس في حفرة أو جورة أو بئر عميق. لكن كيف أصبح الخطأ مشروعا؟ لأن الخطأ مشروع في الحياة، لكن تعمد الخطأ هو الممنوع، هو الغش، هو الحرام. فكيف أصبح الغش في هذه الأيام حلالا؟ الحكام يطردون المخطئين بعد تكرار الخطأ وتنبيههم ثم إنذارهم، ويطردون الغشاشين بالتأكيد فورا. لكن تعوا القطو، تعوا اقتنع أن الزلمة مو غلطان طبيعي من تبع النوايا الحسنة. هذا إذا لم نتحدث عن حالات التواطؤ عندما يكون الحكم بحد ذاته غشاشا من أجل حفنة من الدولارات. والكل صار يمرق الغش والغشاشين مع أن الطرد هو نصيب من جنة الألعاب. لا مكان للمخادع في أي لعبة من الألعاب التي نعرفها في الحياة، لكن دائما ترى المخادعين يلعبون واسم الله عليهم، بل ويشار إليهم بالبنان إذا كان عندهم شي صاحب بيشتغل بالصحافة والإعلام. وبالطبع ستراهم يمشون مختالين متباهين خببا في أروقة أوساطهم، مرموقين محسودين من قبل أمثالهم من الغشاشين اللي مالهم بالطيب نصيب حاليا. لكن الأيام جاية، في أمل، فلكل مجتهد نصيب حتى لو غشا، وحلال على الشاطر حتى لو حراما. ويعتقد المخادعون أنهم أذكياء وأنهم محترفون وأن حفرهم التي حفروها لأشقائهم لن يقعوا فيها، وذلك لأنهم بلا مبادئ لا يصدقون الكلام المبين ولا يسمعون قول الأولين ولا يحترمون أهاليهم الذين ربوهم فظهروا أمام الناس بدون ترباية، ولا يقيمون اعتبارا للناس والمجتمعات التي يعيشون فيها فيظهرون بمظهر عديمي الأخلاق الوقحين غير المبالين. ولما لا، فهذا وقتهم وهذه أيامهم كما يقولون. ويا فرعون، مين فرعنك؟ فرعنك أبو ملعون. والغش حرام حتى لو ركبوا له ستوبات من وراء وأضواء من قدام، والغشاش مبهدل وبشع حتى لو زينوه كشكشوه شلبنوه سشوروه على الراس حطوه، بيضل بعير عنكم بعير حتى لو ركبوه على الحمير ومشوه على الحصير ومسكوه الأمور وقالوا له يا أمور، لأنه وقت الجد لن ينفع البعير كل هذا المكياج المخادع. وستظهر للناس تلك الحردبة التي يقولون لها السنام، فإذا استطاع إخفاءها ما عليك سوى برمي كومة شعير أمامه، وستراه كيف سيطخي وياكل 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 حتى تظهر حردبته للعيان وتصرخ كولك بس يا فجعان فضحتنا. لا، لا يمكن للغش أن يصير حلالا حتى لو كان سلاحا للعاجزين غير الموهوبين التافهين، لأنه ببساطة حرام. هكذا حدثنا الغشت. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.